لكم حلول الشهر الفضيل من المحيط إلى الخليج مع حسين الطائي وحمزة بن جدو وشبكة المراسل. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ تهنئة من القلب إلى شاشة كل العرب الأم بي سي ولكل العاملين فيها، وإلى برنامجنا اللي بنحبه كتير صدى الملاعب والصديق الأخ مصطفى أغا وكل مشاهدينا. وللتوفيق رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير والسلام والازدهار. رمضان مبارك سعيد لكل الوطن العربي. حاتم عمور يحييكم من المغرب. رمضان جانا، أهلا رمضان، أهلا رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم كلكم يا رب وعلى كل حبايبكم، ويا رب الشهر الفضيل ده يبقى أيامه حلوة كالعادة اللي بنستناها، ونفحات الشهر الفضيلة هي هلت علينا وبدأنا نحس بيها. كل سنة وانتم طيبين يا رب وفي أحسن صحة وأحسن حال. رمضان كريم. أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار. بمناسبة حلول الشهر الفضيل نتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والهنا ويدخل علينا بالخير إن شاء الله كل الأمة الإسلامية. وتحية خاصة لبرنامج صدى الملاعب وكل الفريق القائم عليه وعلى رأسهم طبعا مصطفى الآغا، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. كل سنة وانتم بكل خير ورمضان سعيد وينعاد عليكم بكل صحة وسلامة يا رب، وربنا يسعد ايامكم واوقاتكم كلها. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وبصحه يا رب. نسبه الشهر الكريم، تحياتي. لان رمضان